عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الصحفية سلمى الطائع من جريدة هند فرنسا. اليوم سنشرح الخبر وبغيت نشارك معكم اللي هو واحد الناس كيسرقوا الحوالة ديال العيد من واحد الكاميو، وكيف ما كتعرفوا في المناسبات كتكثر السرقة بزاف، وبغيت نشارك معكم هذا الخبر هذا اللي للأسف محزن، حيت عندنا كيف ما كتشوفوا كنشاهدوا السرقة هنا كيلوح الحولي من الكاميو وكيتلقاو لي صحابو، يعني الناس باش يدخلوا انهم ياخذ اذا ما يشدوا هاد السراق، لا بالعكس هما فرحانين وكيشوفوا فيه. نتمنى هاد الفيديو هذا يشوفوا الجميع باش نحسوا شويه باننا يكون عندنا واحد الوعي، يكون عندنا واحد تقدم. انا نفسي نشوفوا شي حد كيسرق شي حاجه اننا نبلغوا عليه، ولا حتى حنا نساهموا نشدوه، ولا مهم اي حاجه يمكن لينا نديروها. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتابعوني في قناة هنا التابي.